النقطة الأولى المراحل الدراسية والموازنة فيها بين التبليغ وبين التحصيل العلمي. إذا أردنا أن نتكلم ضمن الاصطلاح العرفي في عرف الحوزة، الإنسان قبل أن يتقن المقدمات من أصعب الأمور عليه أن ينهض بالمهام التبليغية، عنده قصور، ما عنده يعني وضوح، ربما يحفظ شيئا فينقله كحافظ أو ما أشبه ذلك، ممكن، لا أريد أن أمنع من ذلك، لكن هو عنده مشكلة، هو ليس مؤهلا بالمعنى الحقيقي، مؤهلات ليست مكتملة. لكن إذا أتقن المقدمات فهو مؤهل لاستيعاب المطالب الأساسية، وأقصد من الأساسية يعني غير الأمور الخلافية المجملة والمشكلة أو الشائكة، مرضي ضمن الجادة العامة. إذا أتقن المقدمات سيكون مؤهلا لاستيعاب المطالب الأساسية في المصادر المعتمدة، فلا ينبغي أن ينزلق بالخلافيات كثير، ولا ينبغي أن ينزلق بالاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه. فإذا هو من أهل العلم حقيقة يحفظ موازينه، يعتمد على ما يعتمد عليه، ويقتصر عليه فيما يتحمل مسؤولية أدائه للناس، أما ما عدا ذلك فليست المؤهلات كافية. كل ما يجد حاجة ماسة فليغذ السير في طلبه للعلم كي يكون مؤهلا حتى يؤدي الأمر على وجهه، أما أن يستعجل هذا ليس صحيحا. ربما موجود هذا شائع، هناك خلل، لكن هذا ليس مبررا. شيوعه عرفا، شيوعه في واقعنا لا يعطيه ميزانا مقبولا، والتبليغ المفروض من أهم الأمور التي توزن بموازين الشرع. ثانيا، من يتقن السطوح يؤهل للتحضير المستقل في الموضوعات غير الشائكة. هناك قلنا أنه ماذا؟ يستفيد من الكتب المعتمدة، مو هو يستقل بالتحضير. يعني خلينا نضرب أمثلة لتبقى القضايا مجملة، هو يريد يجد أن هناك خلل في فهم البراءة من أعداء الله، فمرة هو يذهب إلى النصوص القرآنية والحديثية ويجمع بينها وينتهي إلى نتائج، ثم يوازن بين البراءة الحقيقية وبين مثلا قولوا للناس حسنا وأمثال ذلك مما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مما يوجه السلوك. هذا نانا سيقوم بمغامرة هو ليس جديرا بها، يعتمد على الكتب المعتبرة هناك، ما يستقل بالتحضير. يعني هو إذا قال قولا هو صادف من يسأله من أساتذته على ماذا اعتمدت فيما قلت، قل أنا راجعت هذا كلام الشيخ مثلا الوحيد الخراساني دام ظله في كتابه مقدمة في أصول الدين، كتاب معتبر يمكن يعتمد عليه، أنا راجعت كتاب أصول العقيدة اعتمدت على هذا الكلام للسيد الحاكم مثلا على سبيل المثال. إذا سئل يوم القيامة أنت لماذا قلت، على أي أساس قلت ما قلت، صادف أنه هذا ليس مطابقا للواقع، وما أخذ من المعصوم مباشرة، ما هي حجته بين يدي الله؟ يقول أنا قرأت. وين قرأت؟ في أي كتاب؟ زي هذا الكتاب هو يعني مثل مصدر معتبر، يعني يصلح أن يكون مرجعا يرجع إليه يعتمد عليه تام الحجية، لو لا هذا هو معارض بما هو أقوى منه و أضمن منه في السلامة وأقوى منه حجية، ويصير اختلاف، من يصير اختلاف مو لازم نرجع للأعلى، الموازين هذه موازين عقلائية ممضات صحيح لولا. فأنا لا راجعت، ماذا راجعت؟ كتاب، ما لد أسمي الخلل كثير، الخلل كثير. نحن يكفينا أن نحدد ما هو معتمد ونحدد ضوابط وعليه. هذه في المرحلة الأولى مرحلة المقدمات، إذا أتقنها يعني صار هو في السطوح بالحقيقة أتقن.
تجاوز هذه المرحلة سيكون قادرا على الوفاء بمتطلبات أن يأخذ من الكتب المعتبر، يصوغ المطالب، يؤديها كما ينبغي. أما إذا تجاوز السطوح راح يصير قادرا على أن هو يستقل بالتحضير، لكن في أي حدود؟ في حدود المسائل غير الشائكة اللي هي قريبة من المسلمات، معروفة، تبقى آراء الفقهاء عليه حجة. من نتيجة صار بناء يخرج سن عنده رأي جديد، احنا من نقول احنا عندنا حصار على الاجتهاد، ما عندنا حجر. يمكن انه تكون مو منهجنا، هذا هو منهج انه الانسان تكون يصير عليه حج، لكن بربك اذا هو الان اتقن السطوح يعني هو صار مستقل بالرؤية، هو يقدر يفتي بسجود السهو اللي هو بيه روايتين واحدة بيه مشكلة مثلا نسخ كذا إلى آخره، مسألة بسيطة هو يقدر يستقل بهذا. زين على أي أساس يجلس ويتحدث عن النظام الاقتصادي في الإسلام؟ على أي ميزة؟ ما عنده قدرة. على أي أساس يتحدث عن بعض الأمور التي ترتبط بالأسرة؟ فجأة قال أنه التعدد ما يجوز لأنه كذا، ليش اعتمد مثلا على رأي كذا؟ صحيح لولا؟ فماذا إذا يريد يستقل بالتحضير؟ يستقل بالتحضير ضمن هذه الأمور اللي هي تمثل مرشدات إله. أولا ما يخرج، ما يكون عنده شذوذ، يعني ملتزم بالمنهج العام. ثانيا هو حتى عندما يقول هذا هو هذه الآية هكذا يقال في تفسيرها، هذه الرواية هكذا، توجد رواية أخرى ربما توضح جانب آخر منها، أيضا ما يجزم ويقول بظرف قاطع. هذه جدا مهمة القضية. على كل حال، فإذا أتقن البحث الخارج بحيث هو حضر مدة طويلة وبلغ المبالغ اللي هو صار متقن حقيقة، هذا فقهاء عصرة انتفع منهم بحيث هو هضم ما وصل إليه الفقهاء في عصره وبلغ بحيث صار عنده قدرة على التمييز والتشخيص أنه هنا هذا صحيح هذا خطأ، يقدر يميز بين الأمور بالمعنى الحقيقي. في مثله هو بعد راح يتحمل مسؤولية القيام بمهام المطالب الشائكة، فليركز عليها، فليوليها أهمية خاصة في البحث، وليأخذ بنظر الاعتبار أن المطالب الشائكة ما ممكن أن تبحث وحدها، لابد هو من تأسيس البحث في الأمور الأساسية. فهو إذا كان قد طوى مراحل في هذا المجال تدريجا راح يصير عنده. بعض الأحيان الإنسان بالتحضير يشوف عنده مشكلة، فش يسوي أصلا؟ يقوم بعملية يسموها اليوم بلغة العصر تدوير الزوايا، يعني ما يروح للمسألة المشكلة، أصلا يتحدث خارج أطار الموضوع المشكل. إذا تطورت قابلياته وتجاوز هذه المراحل يمكن أنه بل يلزم، لأن بعض الأمور هي تحتاج إلى بيان للناس، إبلاغ للناس، بعضها ترجع إلى جانب الفقهي. طبعا الناس الحجة عليهم هم المرجع الجامع للشرائط الذي يقلدونه. بعض الأمور فكرية، عقائدية، أخلاقية، ما أشبه ذلك من الأمور، هذه هناك حاجة ماسة لأن يملأ الفراغ، ما تبقى الأمور تكرارية، لازم يصير إغناء مستمر، ملاحظة للتحديات الفكرية العقائدية النفسية الاجتماعية العامة، وتقديم رؤية فيها تستند إلى هذه الأسس والثوابت والأصول الأساسية. لكن حذاري من حرق المراحل والقفز على الأمور، وحذار أيضا من الإفراط بالاحتياط وعدم تحمل المسؤولية. لماذا؟ لأنه هو التبليغ في كثير من الأحيان يصير هو تكليف شرعي، والإنسان من يريد يؤدي تكليف الشرعي لابد يؤدي ما هو مطلوب وهناك حاجة عند الناس فيه. أما يبقى تكراريات ما راح ينفع، ما راح يؤدي الغرض. هو مو لازم يملأ وقت معين للناس ويقرأ كما يفعل بعض المحسوبين على الأديان في مختلف المذاهب وأمثال ذلك، بأمور تجدونها كيف أنها موهونة ضعيفة، ما بها عمق، ما بها رؤية، ما بها تحليل، ما بها ملامسة للواقع، ما بها ملاحظة لتحدياته.